من أكبر المدن طبعا مدينة أفاميا، هي إرث حضاري غني بالمعالم الأثرية، بالإضافة إلى واجهة حضارية للمنطقة بشكل خاص ولسوريا والشرق الأوسط بشكل عام. بعد ما دخل النظام للمنطقة لهم عاث فيها فساد، دمر نهب، طبعا أخفى كثير معالم مهمة فيها. أهم الآثار الموجودة في أفاميا هي قلعة المضيق الأسري وسوق أفاميا الأسري الذي يعتبر من أطول الأسواق في العالم، وفيها السور الذي يحيط بمدينة أفاميا الأسري وطوله 7 كيلومتر، وكذلك المدرج اليوناني القديم الذي يعتبر ثالث أكبر مدرج في منطقة الشرق الأوسط. صار في عدة حملات على قلعة المضيق لقوات النظام، وآخر حملة كانت بعام 2012، تم استهداف قلعة المضيق الأسرية بحملة عنيفة استمرت لمدة 17 يوم، وبعدها تم دخول قوات النظام إلى قلعة المضيق الأسرية، والقصف الذي قامت به قوات النظام أدى إلى دمار كبير وهائل في بنية القلعة الأسرية. يوجد عمليات تنقيب غير شرعية بشكل عام من يعني من كثير من السكان المحليين أو السكان المقيمين بالقرب من مدينة أفاميا الأسرية، وكان هناك فلتان أمني كبير خلال الأعوام السابقة أدى إلى انتشار هذه الحملات بشكل واسع، ولكن حاليا يتم معالجة الموضوع عن طريق بعض التوعية. تم استخراج الكثير من القطع الأسرية وتم تهريبها إلى خارج سوريا، أغلبها هي عبارة عن لوحات فسيفسائية تحكي عن تاريخ أفاميا، وأشهر هذه اللوحات كانت لوحة أسرية تحكي قصة ملكة أفاميا مع زوجها سلوقس نيكاتور وأطفالها. يتم تهريب هذه القطع عن طريق تركيا على الأغلب، وتذهب إلى مختلف الدول الأوروبية. كان هناك الكثير من الانتهاكات وعمليات التنقيب غير الشرعية، ومثل ما ذكرت سابقا في حاليا محاولة للحد من هذه العمليات، وخاصة عمليات التخريب التي يقوم بها بعض المنقبين، التخريب المتعمد للأبراج والبنية الأسرية لمدينة أفاميا.